مواقف التعبير قد تختلف في كل العالم، هنالك شجب واستنكار ووقوف أمام السفارات ورسائل شديدة اللهجة. ما يختلف في العراق هو طريقة التعاطي مع هذا الملف. اليوم من حق أي شخص أن يعبر عن رأيه بأي طريقة حضارية ممكنة، وما يحدث من مطالب هو بالتأكيد انعكاسه لمطالب شعب عراقي. لكن الشخص اللي يمتلك صفة أو هوية سياسية، هنا المشكلة، قراءته يفترض أنها تكون مختلفة. هنا المشكلة، المواطن من حقه أن يطالب بأن تقصف السفارة على سبيل المثال. المواطن من حقه أن يطلب غلق السفارة، لكن الإجراء الحكومي هو الأولى بهذا المسار. لا يمكن أن نضع العراق في دائرة العزلة الدبلوماسية من خلال الدعوات، ويصبح العراق عبارة عن وخطاب العراق يكون عبارة عن مفردات طاردة لهذه البعثات. نحن الآن بعد العملية بعد 2003 جئنا بعملية سياسية جديدة تحتاج إلى كل مقومات الدعم. واحدة من مقومات الدعم هذه هو وجود الانفتاح والعلاقات الجيدة مع المحيط الإقليمي والدولي. وهذه السفارات هي مرآة، وهي واحدة من علامات التعاون والتبادل وحالة تنظيم العلاقات بين هذه الدول. نعم، أحداث غزة أحداث مريرة مؤذية، ممكن أن نجزع أمامها حتى كشعب عراقي، ومطالبنا تتغير، لكن نأمل. لكن تعتقد أنه هذه الدعوات والتواقيع التي تجمع في مجلس النواب تشكل قراءات غير دقيقة غير واقعية، لا تنسجم مع معطيات الأحداث ابتداء ولا مع الصورة التي تتشكل في كل دول العالم عندما نتحدث عن مسار العلاقات الدبلوماسية التي يفترض أنها تكون بمعزل عن ما يحصل؟ احنا بالما وصلنا إلى حالة من الاستقرار على الجانب السياسي بالتأكيد نوصل إلى هذه المطالب اللي قد تعتبر هي شعبوية، مطالب شعبوية ما بها قراءة واقعية على أرض الواقع وعملية تطبيقها. احنا نتحدث عن قضية غلق السفارة الأمريكية وقطع علاقاتنا مع الجانب الأمريكي. مصالحنا ووضعنا والبلد كليته هو متوقف على علاقات وثنائيات. نتحدث الآن عن أمريكا، مو أي بلد عادي، مو أي بلد عادي. هذا بالتأكيد ارتدادات على العراق سيئة.